سميتها فضيلة قباج، من عائلة فنية عندها بزاف ما تقول، وجاية تقدم لنا أول عرض أزياء صباحية دوزم. غادي نكتشفوا ونخليكم تحكموا بنفسكم. ليلى حديوي، صباح النور. صباح النور سميرة، صباح الخير عليكم مشاهدينا. إذا كيف قلتي سميرة، معنا مصممة شابة مبدعة، معنا فضيلة قباج. مرحبا بك معنا في صباحية دوزم لأول مرة. الله يبارك فيك، صباح النور، كنشكركم على الاستضافة. حنا اللي كنشكرك بنتي لأنك جيتي وسبقتي صباحية دوزام في الأول عرض ديالك. إذا أول كوليكسيون ديالك فضيلة. تو افي وي، سا بروميير كوليكسيون. نبغي نشير بأن أنت بنت فنانة مبدعة، نوال ميري اللي تنحيوها، وهي زعما شفنا معاها بزاف ديال لي ديفيلي كوليكسيون، يعني سنين وسنين. الوغ نتعرف عليك اكثر فضيله، كنظن بان هاد لانفي ولا هاد الحب القفطان جا من عند الام ديالك. توتافي، دونك انا من صغري وانا كنعشق الرسم، مي ما كانش متوقعات ديالي انني شي نهار ندير ستيليزم. كنتي قريتي دراسه اخرى تنظهر لي؟ لا توتافي، نو، هادشي افون باسكو جي ابان 20 ans. تبارك الله ما شاء الله. ما كانش متوقعات ديالي انني ندير ستيليزم، مي او فيغ ا ميجور بديت كنسافر مع الام ديالي في لي ديفيلي. صحيح انها كان دائما معاها، دائما وكنت ديما كنلبس ليها اخر لبسه. صحيح، ومن تما بديت كنحس براسي كنعشق هذا الميدان. هو كتدخلي لاتولي ديالها، بديتي كتدخلي لاتولي، بديتي كتفهمي التواب. شنو اللي جاك صعيب في الاول قبل ما دير هاد لا كوليكسيون ديالك؟ شنو جاني صعيب؟ سيكو في الاول ما كنتش باغيه ندير القفطان. كنتي باغي تديري لي روب؟ كنت باغي ندير تو سكي روب، تو سكي مودرن، مي ان توكا ماتنون شو ان تران دو. هادشي اللي قلتي لي في الكواليس، هادشي اللي قالت لي في الكواليس سميرة، بانها كتوجد بون دارت اون كوليكسيون ديال القفطان اللي غادي نشوفوا منها واحد القفطانات مقتطفات، مي في نفس الوقت قالت لي بانها كتوجد اون كوليكسيون ديال لي روب مودرن. انا سؤالي لك فضيلة، انا حيت كنت نشوفك مع ماماك في لي ديفيلي حتى خارج المغرب، كنت نشوف بانك تتنصحي ماماك، يعني كنتي تتعطي الرأي ديالك من وين كنتي صغيرة، كنتي تتعطي الرأي ديالك في اللبسات ديال ماماك. واش دابا الأمر اختلف؟ واش ماماك دابا تتعطي الرأي ديالها في اللبسات ديالك؟ هي أن بو دي دو، من ديما كنت كنعطي الرأي ديالي للأم ديالي، وحتى هي دابا بيان سور كتعطيني ديما الرأي ديالها. وأنا كنت كنعطيها في الطابع التقليدي، ما تمشيش بزاف على المودرن. وي، أنا ديما كنت كنعطيها أفكار شبابية وهي كتعاول تعقل. دونك فوزيت كومبليمونتيغ، تبارك الله. أول لبسة من التشكيلة ديالك كفضيلة قباج كما تنشاهدوا هنايا فضيلة، درتي ان دو تيسيو، جوج ديال الاثواب كنشوفوا هنايا، كاينه لا دونتيل دو كالي من تحت. Tout à fait. Donc c'est un taffeta de soie imprimé qui est totalement brodé à main. Yak, on fera même un jeu de dentelle pour faire ressortir les couleurs de la tenue. كنشوفوا لي بيجو ديال لمياء بالمليح. كنت غنقولها لك قبل ما تقولي لمياء بالمليح، لان لي بيجو ديالها باينين ما شاء الله. واو واو ما شاء الله، وذكر بانهم مجوهرات فضيه مشله بالذهب، ولكن تحلف عليها. ما شاء الله ما شاء الله. هادي لا قباج، دونك هادي سي كوليكسيون اللي درتي سبيسيال عروسات مغربيه. نو، سي اون كوليكسيون كي مودر، كي سي دي كافتان روب اللي تقدر تلبسهم عروسه كما تقدر تلبسهم شي وحده معروضه. تبارك الله، انا كاين بزاف ديال التوابات نشوف بان استعملتي. هنا تنشوفوا التاثير ديال نوال ميري. C'est un tissu qui est assez chargé, il est coupé au laser. La qualité du tout bien. Oui. Vraiment. Donc, on a les manches bouffantes pour donner de la modernité à la tenue. Aussi, et c'est un tissu qui est coupé au laser. Et perlé main. Très simple. Exactement. Le tissu est chargé. ومع ذلك راه خدمتي، مع ذلك راك نبذتيه، تبارك الله عليك. واو، يعني شيء مختلف، تنشوفوا شيء مختلف. كوم سي مودرن، اون سون كيا لا توش مودرن ديال فضيلة قباج، اي كنشوفوا ديك لو كوتي تراديسيونيل، مي ان ميم طون مودرن. مي ان ميم طون كتخدم في نفس لاتولي انت وماما. بيان سور، وي. داكور، ولكن كل وحده عندها. D'accord. Vous allez voir ça plus la deuxième collection. Inch'Allah. Vous avez très bien dit. Inch'Allah. Je vous le disais de Leïla Hdiwi, l'Ahda. تفضلي ليلى وتكلمنا عليها فضيله قباش. شنو هو هذا التيسيو هذا اللي لابسه ليلى حديوي؟
Donc c'est une dentelle qui est toute perlée main. Ah, cette perle, je me suis oubliée. Tout à fait, oui. Wow. Elle est toute perlée main. Il y a des applications florales. Ça aroma qui sont brodées et perlées. Tabarak. Je vais sortir le tissu. Ouais, c'est ce qu'elle est là. En dessous, c'est du châle satin du chef. Ah, satin du chef, ça se gère, c'est une mode. Oui. قولي انا اللي تيجي انا شي اكزاكتومون ما تنسيتهاش بزاف الموضه شنو اللي رجع شنو خاص لي يعجبك ولي في الكود كار كي مارشي مو واضح شخصيه صافي دابا ولات تبارك الله عليك فضيله قباش تشكيله رائعه ومازال غادي نشوفوا منها جوج لبسات كذا اخرين تو تافي نوع مغاير يعني شكل اخر وي وي هانتوما تشوفوا دابا نشوفوا مليح اذا نشوفوا الاقتراح الثالث ديال فضيله القباش في هذا العرض الازياء المميز الرابع لان انا الثالثه وي سي فري ما حسبتكش انت ديالنا اذا غنشوفوا الاقتراح الرابع ديالك فضيله القباش باش نشوفوا هذا هو لو نوفو ستيل اللي بغيتي ديري اللي هما لي روب يعني سي بحال ان كارتون اللي كاين فيهاش الخدمه د المعلم ما كاينش العقاد ما كاينش الصفه وشنو اللي تقليدي هنايا Donc tout à fait, donc Hadji c'est une robe qui est 100% moderne, c'est un brochet. Et tout le monde est en train de se faire. Elle est légèrement perlée sans col bateau. Et aussi sur la ceinture, si vous voyez un détail de perlage qui fait ressortir le tissu. Donc là, c'est vraiment la robe. Ah, tout à fait. Ouais. Ça fait 100% Fadi la Khoutbach. Ah, exactement, c'est 100% moi. تبارك الله عليك فضيله القباش هذا الكرلاش كله انت اللي مصوبه زعما تطفي وي واو واو دونك فيها الخدمه فيها الخدمه هكاك لا كوب واش انت درتي دراسه على الستيليزم ولا بيان سور بس دراسه على الستيليزم كل شيء كان عشان كل شيء لا كوب تو سكي فا افيك الجدام اللي ماني اكزاكتومون اي سي تجربه اللي درتيها عبر السنين اون فيت ماشي تجربه عبر السنين مي سي اليد العامله هي اللي كتعاون اون بو با تو فير سورتو في كارتون اكيد بحال دابا الرومي اون بو فير تري تري فاسيل مي لي كارتون سي ان بو حيت بزاف ديال لي ميتي في اميتي واحد الصناع التقليديين كنحيوهم من هذا المنبر ثاني غير لاننا شفنا الابداعات ديالهم ومن غيرهم ما نقدروش نشوفوا المنزل القفطه المغربي موجود في الساحه ديال الساحه ديالنا دونك خصنا نشجعوهم ونقول لهم الله يعطيكم الصحه الوغ هنا سي لا روب دو ماريي اكزاكتومون سي اون روب بور لا ماريي ان مود كافي اكزاكتومون وي دونك فيها ان تول كي توتالمون بيرلي افيك الى شفتوا كاين دي فورم جيومتريك في التول Très joli. On a brodé avec des fleurs le fork pour lui donner, pour lui casser donc les formes géométriques. Pour lui donner de la dorée ou l'argentée. Exactement, oui. Très joli. Parfait. Comme ça, Radhi, je vais me faire les bijoux. Rien de dorée ou l'argentée. Parfait. C'est vrai qu'on a fait une chose les perles. Ça reste très joli. Ah oui, c'est quelque chose que j'adore, moi, les perles. Yeah. Très, très tendance. Et les mettre dans ce crèche, une harre d'irichil, ça, là, le perlage. Rien de dorée ou le perlage. Ah oui. لا فيريتي انت ضروري البيرلاج بون كاع اللباس اللي بينت اليوم كلهم بيرل حتى اللي لابسه غزاله التصميم ديالك وي اكزاكتومون اي لي تري تري جولي الله يعطيك الصحه ميرسي ونتمنى نشوفوا نوفيل كوليكسيون ديالك ديال لي روب موديرن ان شاء الله اي شكرا لك فضيله قباش اللي جيتينا وتحيه لماماك نوال ميري ميرسي الله يبارك فيك ما تغيبيش ان شاء الله مشاهدينا غادي نتلاقاو بكم ان شاء الله مع فقره الوصفات التقليديه وهدى جنان اللي مقترحه علينا طاجين ديال القوق والزعتر قوه العادات الصغيره جدا موضوع فقره الاحسن مع منى الصباحي فقره الطب الموازي سعاد هاشمي غادي تقدم لنا نصائح ديال كيفيه مرافقه الاشخاص المصابين بالسكته الدماغيه الكل والمزيد صباحيه دوزام معكم بلوك